تحفظ. ثابت استعد. هيا هكذا في علو أيها العلم، فإننا بك بعد الله نعتصم. تراه في الصباح يعمل بالشراح، يقلم الأشجار ويخطف الأزهار، وحوله الطيور تحط أو تطير. حللتم أهلا ونزلتم سهلا، ويسرنا تشريفكم لنا بحضور مهرجاننا الفني الذي تقيمه إدارة مدرسة الإخاء الابتدائية للبنين. رفقا بأهل الموصل الحدباء، اريد اوقف امامك وانا باستعداد، وحييك بفخر يلي انتي مزهيه، واكتب لك عهد انا وجميع الناس، اكتب لك عهد انا وجميع الناس، ما نقصر ابد نبنيك يوميه، ما نقصر ابد نبنيك يوميه. للطالب المبدع جعفر عبد المنعم عثمان. شهادة تقديرية للتلميذ المبدع علي الصغير. شهادة تقديرية للطالب المبدع زبير عبد الله زبير. نينوى تتحدى كل الإرهاب وتقدم هكذا فعاليات، وأبارك كل الجهود. وأنا الآن ممثل مديرية النشاط الرياضي والمدرسي ونائبا لرئيس نقابة الفنانين، رشحت مسرحية نداء الموصل أو نداء المحاصرين في داخل الموصل أو نداء الحدباء إلى المشاركة في الأوبريت القطري الذي سيعرض عن قريب في منطقة الشلالات، بمشاركة مدرسة الأخاء للبنين ومشاركة مدرسة بعويزة للبنات. رشح لوحات من الطلبة للمشاركة المهرجان.